طبعا من غير المحتمل ان اخوان الاسرياء لا يعرفون شخص المعاقب، ومع ذلك فان المعاقين غير مرئيين، ليس لانهم لا يشاركون في المجتمع، ولكن لانه ليس من السهل التعرف عليهم من ضمن كاعضاء من ضمن اللي هو المجتمع. اننا قد نجد نسبه عاليه من الافراد الاسوياء يعتقدون ان المعاقين يجب ان تكون لهم فرص متساويه مع اللي هم الاشخاص الاسوياء في المجتمع. لذا فان العجز في توفير الفرص المتساويه ليس بسبب الافراد المعاقين ولكن بسبب مجتمعنا. ايضا من السهل ان ننسى ان المجتمع هو وحده متكامله من نعانا ومن الموجودين ومن افراد المجتمع كافه. فاذا كانت هناك رغبه على نطاق المجتمع ان نفعل شيئا يحد من استبعاد الاشخاص المعاقين، فمن هذه الرغبه يمكن ان نستمد اللي هو القوه في ان نحد من التميز الموجود ما بين الاسوياء والمعاقين ونجعلهم وحده متكامله معنا، ونطبق اللي هو قاعده التمكين للمعاقين. ايضا من خلال اللي هو وحده المجتمع المتكامله يمكن ان نقلل من عدم المساواه وان نعالج القضايا اللي تاتي نتيجه للتمييز الموجود ما بين المعاق والشخص السوي، بحيث يصبح المعاق او يكتسب المعاق الثقه بالنفس ويقلل من المخاوف الناتجه من هذا التمييز بينه وبين الاشخاص الاسوياء، وبالتالي يقدر الشخص المعاق ان يواجه اي مصاعب ممكن يشوفها داخل المجتمع. فاليوم لدينا اللي هو اخواننا من اهل الخبره يتكلموا عن واقع المعاق طبعا من خبرتهم المهنيه وخبرتهم المجتمعيه، وعندنا الاستاذ جابر راح يتكلم من واقع الصوم داخل المجتمع الكويتي، وممكن هو يتوسع خلال خبرته في المجتمعات الثانيه. فعندنا استاذ احمد غريب اختصاصي في اللي هو علاج النطق، يتفضل في التكلم عن مشاكل خاصه به. كثر ما احنا ودنا نوصل رساله. رساله توعويه، رساله متبادله، ان احنا هم نبي ايدكم في خدمه الفئه اللي من ذوي الاعاقه. طبعا انا راح ابدي يمكن بعنوان يمكن انتم قريتوه اللي هو الحريه والاستقلاليه وتساوي الفرص. احنا علاقتنا كاخصائيين علاج النطق يمكن في البدايه بس بعطي مقدمه، يمكن في بعض الناس عندهم فكره عن اخصائي علاج النطق واللغه وشنو الدور اللي يقومون فيه مع ذوي الاعاقه، ونفس الوقت حتى مع خلينا نقول جواز اللي هو الناس الطبيعيين اللي ما عندهم مشاكل لغويه. في البدايه بس نحب نقول ان بالنسبه حق اضطرابات التواصل اضطرابات اللغه هذه يشترك فيها الاثنين، سواء ذوي الإعاقة أو حتى الأشخاص الطبيعيين. بالنسبة لنا إحنا كأخصائيين علاج نركز على التواصل، ودائما في بداية أي محاضرة لما نتكلم أو لما ندوة أو توعية عن عملنا دائما نبرز أهمية التواصل. ممكن تقول ممكن إحنا نكرر روحنا في هالموضوع. فاقد الشيء هو اللي يحس ويعاني في هالموضوع. يمكن احنا تلقائيا قاعد نتواصل، تلقائيا قاعد نعبر عن احتياجاتنا، طبيعي ان احنا نعبر عن رغباتنا، قاعد نندمج داخل المجتمع وقاعد نطبق العنوان اللي احنا قدامنا اللي هو الحريه والاستقلاليه، وقاعد تصير لنا فرص قاعد نتنافس مع اقراننا في الحياه. زين اللي قاعد يساعدنا على الاستقلاليه واللي قاعد يساعدنا على تساوي الفرص اللي هو قدرتنا على التواصل. طبعا اربع انواع التواصل احنا دائما نقولها هذه، اللي هو التواصل باللغه المنطوقه.
ولكن في ناس سواء طبيعيين او حتى من ذوي الاعاقه قدروا القدره ما نقول 100%، ولكن هناك موانع منعتهم من انهم يتواصلون بشكل بناء ويحققون الحريه والاستقلاليه وتنافس الاراء. فاللي بقوله كاول نقطه ان التواصل مهم في حياتنا، وهو اللي يبني ذاتنا، وهو اللي يبني شخصيتنا في المجتمع، سواء بين اقراني بين اهلي، سواء في الوظيفه قبل الوظيفه خلال سلم التعليم اللي انا اتعلم فيه، اني يثبت كفاءتي قدام المدرسين وقدام اهلي انا شنو انجازاتي. اذا صار في خلل في هالموضوع صار معي خلينا نقول الفرصه اضعفت. شلون تضعف؟ بس قبل ما نقول شلون تضعف، احنا بس تعريف بسيط حق الناس اللي يعني يمكن احنا بالنسبه لهم يدل عليهم، اللي هو من هو اخصائي علاج النطق واللغه؟ شنو يسوي؟ شنو عمله؟ اخصائي علاج النطق واللغه هو الشخص اللي يشخص مشاكل اللغه عند الانسان طبيعي او ذوي الاعاقه. لما نتكلم عن الانسان اللي احنا يمكن مرت علينا بحياتنا سواء بالمدرسه او بالديوانيه او بالوظيفه، مر علينا ناس يكتئبون، مروا علينا ناس يبدون بالكلام بالاحرف حرف مكان حرف، مروا علينا ناس يحذفون الحرف اساسا يسمي وفي التشويه في الكلام. كل هذه عوامل عند بعض الناس تاثر وعند بعض الناس ما تاثر في حياتهم، ولكن ياما مروا علينا ناس بسبب التأثير ما قدر مثلا انه ياخذ وضعه داخل الصف، بدأ ينسحب داخل الصف من الناحية الأكاديمية، بدأ معدله ينزل لما عاد يتجه اتجاه مما يترتب عليه إنه ما يقدر يندمج مع أقرانه، ما يقدر حتى بعدين لما يتخرج ويمسك وظيفة تلاقي مو قادر أساساً إنه يثبت أو يسوي له كينونة بين المجتمع. كله بسبب شنو؟ إنه كان كواسطة في خلل. لو كان لقى إن أحد يمسك إيده ويعالج معه الخلل هذا زين، إذا كان ممكن وضعه تغير، فهني نقول إن شلون علاج النطق واللغة مهم. علاج النطق واللغة مو بس إن أنا أمسك واحد وأعلمه الحرف شلون ينطقه أو أعلمه شلون يقرأ، لا، إن حتى شلون يعبر عن نفسه. هذه ناحية. ناحية ثانية تمر علي أنا بعض الناس أو من ذوي الإعاقة عندهم مشاكل داخل الإعاقة. في بعض الناس ما عندهم مشاكل في التواصل. اللي يعاقب على سبيل المثال مثلا الناس على ويتشيك، ولكن وضعه سليم، يتكلم سليم، يتواصل، قاعد يعبر عن نفسه، ولكن هناك ايضا ناس عندهم اعاقه ولكن هم بعد عندهم اضطرابات في التواصل. هني يجي دور اخصائي علاج النطق واللغه، اول شيء التشخيص، بعدين التاهيل شلون ياهل الاشخاص هذين، ثلاثه شلون يعطي استشاره حيث الأسرة في أن شلون يتعاملون بهذه النقطة الأخيرة اللي راح نتكلم فيها، يعطيهم شلون يساعدونه. ومعظم المرات يكون الخلل مو بالشخص كثر ما إحنا اللي ما نساعد الشخص هذا. على سبيل المثال كبير من إحنا خاصة داخل المدارس تلاقي، طبعا مو الكل، تلاقي الإدارة المدرسية أو خلينا نقول مدرس الفصل هو عامل مساعد في تردي الحال. عنده مشكلة نقطية معينة بدال ما يشجعه بدال يضيق الورق، اعذار كثيره اللي عنده فهمه فيها الامور هذه، تلاقي هو يكون عامل ضغط على الطالب يخليه ينسحب، ينسحب اكاديميا، وبعدين ياثر عليه سلوكيا، يصير شيطان داخل الصف والى اخره، يعالج والحل على جراح. فهني يعطي دور اخصائي علاج النطق انه يوعي حتى الادارات المدرسيه، يوعي الاهل، حتى الاقران اللي داخل الصف مو مشكله، ممكن نقعد معاهم ونقول لهم يا جماعه ترى هذا اخوكم عنده مشكله الفلانيه، لازم ما نتفرد عليه مثلا، ما نحاول نحرجه بحيث احنا نتلافى الامور هذه. فبشكل عام ان احنا عندنا مشاكل النطق واللغه موجوده يعني عند الطبيعيين وعند ذوي الاعاقه. هذا بشكل عام. طبعا لما نتكلم ولكن تختلف درجاتها. عند الطبيعيين قلنا مثال على اللي هي الحب والتشويه الى اخره من الامور. طبعا عند اخواننا من ذوي الاعاقه حسب كل من حسب اعاقته. يعني على سبيل المثال الحصر لما نقول عن التوحد بالنسبه لهم عدم التواصل هذه مشكله كبيره نحاول نشتغل عليها.
اللي عندهم شلل دماغي حاسس ادراكه وحواسه سليمه 100%، ولكن لانه خلينا نقول عضليا ودماغيا مو قادر، عصبيا مو قادر يسيطر على طريقه نطق الاصوات، طريقه انتاج اللغه التحريريه مو قادر، هني احنا نحاول نلاقي له الطريقه والوسيله والبدائل اللي نحاول فيها ندمج فيها مع المجتمع. انا مستعجل قاعد اكتب صح؟ ولا بطل شوي؟ زين. هذه النقاط المهمه يعني في الموضوع. الحين بس بدنا نتكلم انه ايضا من المهم حق الاسره صراحه، يمكن اغلبنا عندنا عيال وعندنا كذا، من المهم جدا ان احنا نعلم التطور الطبيعي للغه عند الطفل بشكل عام. يجي ولي امر يقول انا بس ولدي اساسا من ذوي الاعاقه مو طبيعي، صح كلامي، بس لازم انت تعرف الطبيعي عشان تعرف انت ولدك وين موجود. يعني نعتبرها هي المسطره اللي نقيس عليها تقدم الولد او تاخره. شلون نقول احنا ولد متقدم سابق عمره او متاخر؟ لازم نعرف الامور. فصراحه من المهم ان اولياء الامور يعرفون التطور الطبيعي، يعرفون مراحل التطور الطبيعي. على سبيل المثال يعني انا بشكل موجز يعني اقول لكم الجدول بشكل سريع وبعدين احنا نقيسها مع بعض. العمر الزمني على سبيل المثال من الولاده الى شهر، شنو المفروض الولد يعرف؟ هذه الامور هذه لو اعرفها انا كولي امر راح يفيدني في ان انا اتلاحظ وايد امور ممكن انبه، يا يعني ان انا احاول كولي امر اعالجها بالفطره مثل ما احنا عودونا، او ان انا احس ان في مشكله واكون انا اول واحد شخص ان في مشكله والحق اتلاحظها قبل لا تكبر. على سبيل المثال من الولاده الى شهر هناك بكاء هادف، من شهرين الى 4 أشهر في بكاء هادف، بعدين من 4 أشهر الى 6 تنغيم صوتي، عند 6 أشهر في مناقات متكرره، عند 9 أشهر في مناقات غير متكرره، عند سنه تبدي معاه تتبلور، طبعا هذا جدول مختصر في تفصيلات اكثر بالاسابيع. عند اول سنه اول كلمه تنسمع، عند سنه ونص جمله من كلمتين، عند سنتين ونص ابدا جمله من 3 كلمات بس ما فيها روابط، عند 4 سنوات يبدا في سرد قصه وحوار، من 5 إلى 7 سنوات نمو كامل لكل وظائف اللغه. انا كولي امر مهم اني اعرف، مو بس اخصائي اعرف، عشان اعرف انا ولدي وين موجود، عشان اتلاحظ اذا كان في تاخير. اتلاحظ اعرض مشكلتي على اخصائي، اشوف الوقت وين صاير بدال ما انطر لما عضلات الانفاس تطيح بالراس واشوف ولدي بدات تصير مشاكل اجتماعيه وسلوكيه واكاديميه اتلاحقها. هني يجي دورنا في ان نرجع حق العنوان اللي تكلمنا عنه الحريه والاستقلاليه وتساوي الفرص. لما اعالج انا مشاكل التواصل واللغه والنطق عند عيالنا سواء طبيعيين او من ذوي الاعاقه قاعد احل جزء كبير من مشاكلهم. ترى ذوي الاعاقه مو محتاجين بس ويلشير ولا محتاجين بس صعده سلم او اسانسير، ترى محتاجين في نواحي انسانيه داخلهم يحتاجونها اكثر من كذي، انه يعبر عن نفسه، انه يتكلم، انه يتواصل. والعجز فينا احنا اللي مو قادرين نلاقي لهم البدائل هذه اذا كانت موجوده، فالعجز فينا احنا، ولكن العلم تطور، الفرص متاحه، لازم يصير في عندنا شويه من المرونه في ان احنا نتقبل الحلول حق هذه. يمكن هذه النقطة اللي كملتها على عجالة زين.